ادري يعني صار بقرة من قد الاكل، بس اليوم راح نسوي اكلة خرافية. قالب زبد، كوب مي، حاشوقة شكر وشوية ملح، وعلى نار عالية يخلونه يفور، وبعد يتنصون النار يخلون كوب طحين وتخبطونه على مود يصير عجينة على نار هادية، ومن يصير عجينة تخلونه على الكاونتر عمود كلش برد، لازم كلش برد العجينة، تخلون بيضة واحدة تخطوها وتخلون بيضة ثانية وتخطوها وبيضة ثالثة وتخطوها، لازم العجين بارد على مود البيضة ما تطبخ بالعجين، وبعدين تقلونه بعدين شكر ودارسين سينمون، بعدين تخلوها وهيك تخلون نوتيلا وتاكلونها وبالعافية.